بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جميل هو المطر، الدنيا مطر. نعم، تكلمت وقلت ونزلت بوست، كل من يتكلم عن الاستغفار وهو ليس من أهل الاستغفار، يعني ليس من أصحاب الاستغفار الذين لزموا الاستغفار، فهو حتما سيضلل المستغفرين، وإن كان يظن إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليش؟ لماذا؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أن تدل الناس على الاستغفار وأنت لا تعرف كم من الاستغفار عليك أن تستغفر، كم عليك أن تستغفر في خارطة الطريق لكل حديث لرسول الله. نعم الحديث صحيح، وعندما يقول لك أخ هذا دعاء مستجاب فتلزمه ولا يستجيب الله، وهذا عمل مستجاب ولا يتحقق منه شيء، ما الخلل؟ أين الخلل؟ جماعة هذا باب، هذا باب، نعم صحيح، هذا باب، باب قزاز هذا. تخيل إنك شفت رأيت شخص دخل إلى هنا وما فيش له منفذ، بس هنا هو دخل إلى الداخل، شو بتساوي أنت وبدك تدخل؟ فتبقى تطرق، تقرع الباب، تطرق الباب. ليش؟ لأنك أنت بتعرف إنه هذا الباب سيفتح، في شخص بالداخل. لكن عندما تأتي هكذا وأنت لا تدري أيوجد هنا شيء، هل بالاستغفار شيء؟ كم أستغفر؟ كم من الوقت أنا أستغفر؟ كم؟ قديش؟ أسبوع؟ أسبوعين؟ أي صيغة؟ أبدأ أتنقل بين الصيغ؟ ماذا أفعل؟ هذا هو التضليل، والله إنه تضليل، مع إنهم والله يعني حسن النية، في حسن النية إنه يريدوا أن يعني أن أن يعني يبينوا الناس، يعني الأمر هو تضليل مش متعمد، هو تضليل من باب إنك أنت تيأس من هذه الأحاديث وتظن إن كل شيء كان في الماضي، نعم كان ينفع في القرون الأولى الآن بطل ينفع، الاستغفار بطل ينفعنا ولا الحوقلة ولا أي شيء. ليش؟ لأنه يأتي لك بحديث صحيح ما عاشوا، والرسول عليه السلام قال بلغوا عني ولو آية، وكأنه يعني يستجدينا بلغوا عني ولو آية، آية واحد يا مسلمين كل واحد يعيش منكم آية عشان تعرفوا ما معنى هذه الآية فتنعموا فيها وتعرفوا ربكم فيها وتثقوا في ربكم في هذه الآية. نعم، لكن عندما تقول إلزم الاستغفار فالله سيرزقكم من حيث لا تحتسب، طبعا رزقت الاستغفار، هناك إخوة يعني لا زالوا 3 أشهر لم يرزقهم الله شيء، لولا أن عندهم خارطة طريق مما أبين، هل كان إلا يلزم الاستغفار 3 أشهر ولا 4 أشهر؟ هل؟ لا والله سيترك من أول أسبوع. نعم، عندما يلزم يعني الرسول عليه السلام قال دعاء أخوكم أو أخوي أخي ذنون، دعاء أخي ذنون، ما دعا الله ما دعا به مسلم إلا استجاب الله، إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعونا فلم يستجيب الله. ليش؟ شو أساوي بعد ذلك؟ إيش أفعل؟ شو المشكل؟ شو الموانع؟ أين هي خارطة الطريق لهذا الدعاء؟ من عاش هذا الدعاء حتى تأتت ثماره؟ من عاش سورة البقرة حتى أتت أكلها سورة البقرة؟ نعم، هذا هو. فالإخوة الدعاة إلى الله، إن سمعوا هذا الكلام فعليكم يا إخوتي أن تعيشوا يوما ما، والله يوما ما كانت بتكون هناك انتهاكات كبيرة في مصر الحبيب، وكان في أعضاء عرب، وهذا العضو صار بده يحملوا العضو، هذا العضو العربي وأنا بده يحملوه وكأنه هو المسؤول. أي مسؤولية يعني؟ أنا مش يعني أنا لا أبريهم، أنا لا أبري أي واحد، لكن المسؤولية تقع على الأم هذه التي تغتاب في الليل والنهار وتأكل الحرام في الليل والنهار وذنوب بذنوب لا تنتهي. يا جماعة الله يعذبنا بذنوبنا، الله قال في حديث المفلس
وقال يعني هذا الذي صام وصلى وحج وزكى الله يعذبه ويكبه في النار، هذا حديث المفلس. والتي تؤذي جيرانه في لسانه قال يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانه في لسانه قال لا خير فيها فهي في النار. نحن مش من هاي الشاكلة؟ ألسنا نحن من هذه الشاكلة التي يكبها الله في النار، التي ندعو الله ولا يستجيب ولا يلتفت إلينا الله جل في علا؟ لماذا ندعو الله ولا يستجيب؟ فكل من يريد أن يبلغ آية عن رسول الله عليه أن يعيشها. يا أخي أنت بتأتي لي بحديث صحيح، نعم مليون في المية صحيح، نعم ما في يشك واحد في الألف، لكن أنا بينت لك أنت عندما رأيت يعني أنت عشت الاستغفار وقطفت ثمار الاستغفار وغير الله أحوالك في هذا الاستغفار وعشت التدريج عندك خرطة الطريق التي هي في سورة نوح فاستغفر ربكم إنه كان غفارا غفرا ثم أرسل السماء مدرارا فأمطر الله السماء لو كانت بالصيف ويمددكم وأمدك الله بالمال من حيث لا تحتسب كما قال رسول الله من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزق من حيث لا يحتسب. فعاش هذا الحديث خلال استغفاره ومد الله بالمال فجاء المال من حيث لم يحتسب ومد الله بالبنين وجاءت البنين التي كان شمر لأجلها. فعندك خارطة الطريق، وإن كانوا بالطريق يعني إن كانت تبين للناس يعني إلزموا الاستغفار. فيكتب يا أخي كم نستغفر، فبتقول له كم تستغفر يا أخي ما هي المدة، فبتقول له تقريبا 1-2-3 بأي صيغة، فبتقول له أي صيغة، بيقول لك صار عندي هجوم شياطين، بتقول له صار عندي هجوم شياطين، لا تلتفت لهذه الأمور. فكل خطوة بخطوها هذا المستغفر يسمع ويأخذ تعليمات ممن عاش الاستغفار. طيب هذا الذي قرأ حديث جميل حديث صحيح لرسول الله وجاء به يعني راجيا أن ينصحك، يعني هو نيته مليحة، يعني احنا لا نعيب عليه من نية، لكن الآن بطل ينفع أنك أنت تأتي بحديث لأنه تلقيه على ما سمعنا، ما بطل ينفع. الكتب ملأة في أوامر الله، لكن لماذا لا يستجيب الله؟ فأنت بتصير تحدد له ما هو الخلل، بتصير تحدد له أنه الخلل لازم يكون العدد كبير وتنتهي عن الذنوب ولا تشرك بالله ومن باب الشرك الخفي. وثم كما قلنا انه في دخل شخص الى داخل البيت فهو داخل البيت، ابقى اطرق حتى يستفيق من نومه ويخرج. وهكذا بالاستغفار، تعرف ان رحمة الله في الاستغفار ستبقى تأن ويا رب تستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليش؟ لانك مصدق انه بالاستغفار في استجابة، بالاستغفار في عطاء، في الاستغفار هذا الذي يريده منك الله. لكن إني أنا والله استغفرت الله، استغفر الله كم؟ ما بعرفش، أسبوع خلصت بطلت استغفر. بدي يجي شيخ ثاني يوما ما في مشكلة ثانية يقول لي استغفر، أنا استغفرت في الماضي فما نفع الاستغفار، فيها عندك شيء آخر؟ عندك قيام ليل، قمت الليل لم يتأتى منه شيء، والله هذا الذي كان يصيبنا قبل الاستغفار، والله ما كنا نقوم ليل عشان الله غير أحوالنا، وكنا نصوم اثنين وخميس ولم يتغير أحوالنا، وكنا نصلي نوافل وكنا نصوم نوافل وكنا سبحان الله والحمد لله وكل الأوراد يعني من هاي 100 أو 200 أو 300 وهكذا نبرم عليهم كليات ولم يتغير الحال. شفت كيف إنك أنت ممكن تضللني وتخليني أبعد عن الدين؟ فحلي ليس بالدين، سأذهب إلى القرض الربوي، سأذهب إلى السوق السوداء، سأذهب إلى السرقة والغش، شايف؟ وتكون صلاتي بس خوف جوفاء، خوف من الله إنه يمسكني، وأنا في صلاتي هذه في هذه الصلاة أصليها جوفاء، ما أقيم يعني حقها، لا أعطيها حقها، وأنهيتها في التسليم، أنهيت الصلاة في التسليم، ما أنهيتها بالمعاملات، فقط عندما سلمت انتهت الصلاة عندي. فأنا مسموح لي أرابي، مسموح لي أفوت على الأفلام الساقطة، مسموح لي بعد ذلك، مش مسموح لي، سامح لنفسي، يعني سامح لنفسي أغيب واستغيب وبعدين نعود نرجع نصلي والله يغفر الذنوب. لكن الحقيقة، الحقيقة إنه أنا لم أجد شيء، أنا لم أجد شيء من الاستغفار مثلا، ولم أجد شيء من الحوقلة، ولم أجد شيء من صلاتي، ولم أجد شيء من حجي، ولم أجد ولا أي شيء من عبادتي، لكني عبادتي خوف من الله إني أموت وأنا بصليش. ولكن هذه الصلاة قد تكون أنا
من حطب جهنم قبل إن صليتها وإن تركتها مش معناها تتركها. بحكم أحاديث رسول الله، يا رسول الله إنها تصوم النهار تقوم الليل لكنها تؤذي جيران في لسانها. أنا قلت لهم هذا الكلام إن الأمة تعذب عندما الأمة تعذب على انتهاكات التي كانت تحصل، وهذا الذي يحصل مع هذه الأمة. الأمة تعذب بذنوبها، الأمة تعبد الله كما تريد. فإذا أنا أبين لك شو الخلل اليوم، كنت زيارة عند قريب كبير في العمر، مريض فيش نفس. بارح كانت عندنا قصة بالربو لطفل صغير، لا بين سنة، القصة من السعودية لأخت من السعودية، صح؟ فأنا قلت له هذا الرجل قبل مرة، يعني هو على الأكسجين، هذا الرجل على الأكسجين، أقول له ولا ما أقول له؟ لأنه ما بدي أخذ النصيحة. فكانت معي قصتين بالموبايل، سمعت إياهن، وإذا هو بدأ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. سمع قصة، سمع ناس بتقرأ قرآن، هو بيقول لي أنا بصلي على النبي مية، وبصلي بستغفر مية، وبساوي مية 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 كلها ميات. ولك هذا جميل، هذا جميل، احنا مش بقولش هذا مش جميل، لكن عليك ان تطهر الساتر الذي بينك وبين الله، وبعدين روح وين بدك، بعدين روح على الحوقلي وعلى الصلاة على رسول الله وعلى كل شيء، افعل ما تريد. وبتعيش بعدها بتعيش تحت ظل هذه الآية، في ظلال آية، بتعيش تحت ظل هذه الآية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكنك أنت اليوم تحت العقاب، أنت تحت العذاب. أي آية بتتكلم عن العذاب؟ ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكمان شو بكمان آية تتكلم عنك؟ ما يفعل الله بعذابكم إن آمنتم وشكرتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شو يفعل الله فيك؟ أنت إنسان الشكر أن لا تشرك بالله. طيب أنت ممكن عمال تستغفر، وعم أبو أحمد عمال استغفر، وعمال أقوم الليل، لكن إيش بديت تتكلم إني أنا بقوم الليل، وأنا 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 وأنا، الناس بتصليش بالفجر، أنا بالجامع، أنا اللي بصلي بالجامع. فأنت بلشت تعمل حالك شيء، أو إنك أنت بديت نعم هذه الأنا صارت تكبر عندك، وكأنك أنت شيء. نحن لا شيء، لما نتكلم في أمور الدين نحن لا شيء ولا شيء، لا نزكي أنفسنا أمام الله، الله الذي أعطاك كل هذا، عمل تستغفر الله اللي أذين لك، رحت تصلي الله الذي أذين لك، بتمشي عجريك الله اللي أعطاك هي الصحة، ما من على الله ولا بشيء، قل الحمد لله الذي أذين لي. هذا هو بدك تعرف تتأدب أن تتكلم إلى الله. فعندما بتشوف أنه إنسان عن جد ماشي بالطريق الصحيح، لكنه كما فعلت أنا بال 2015 30,000 استغفار في اليوم، مع 1500 صلاة على رسول الله، 13 ركن قيام الليل، دروس أعطيها في المساجد، وصدقات أتصدقها، وخمس صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى. فقط عندما قلت أنا اجتهدت عشان أعطي هذه الدروس، أذهب الله كل شيء، انتهى. طيب أنا كيف بديش أضلي لك إذا أنت أخذت الاستغفار ولم يتأتى منه شيء؟ طيب أنا بالماضي أخذت سورة الواقعة، وأنا حافظها لسورة الواقعة، وعشت مع حسنين على أساس تقيني الفاقة، والله ما وقتني ولا شيء. سورة ياسين أخذت لنفس الغرض، من قرأ ياسين تقرأ ياسين قرأت لما يعني ياسين لما قرأت له، وكنت أقرأها على أساس الله يقيمها الفاقة عني، والثنتين أقرأهن مع بعض، يعني مش مع بعض، وما تعت منهم شيء ولا شيء. أكثر من سنتين، ثلاثة أربعة خمسة مش بتذكر، وأنا أرددهن. وين الخلل؟ ما جتش عندي خارطة الطريق أقول لك إياها. لو تأتى من هاتين السورتين شيء لخرجت إلى الناس، لخرجت إلى الناس وأقول لهم سورة الواقعة. لكن يوما ما كانت هناك أخت تعلق عندي وبتقول لي يا أخي حجازي أنا بقرأ سورة الواقعة كل يوم 7 مرات، والخير كثير فيها. طيب أنا ما عشتها، بس أنا دبين لك إنه إشي اسمه إكثار. فهو الحديث فيها، الحديث الذي في الواقعة ضعيف أظن، والحديث في سورة ياسين موضوع، فالحديث ضعيف أو موضوع، يعني مش إنه إشي كبير. لكن كيف بدي أعرف أنا إذا موضوع صحيح؟ فالرسول عليه السلام يا إما قال يا إما لم يقل، لكن الرواة المشكلة في الرواة،
مفهوم في راوي العلماء مش واثقين في روايته، لكن إن عشت أنا الحديث حتى تحقق هذه سورة الواقعة وأنا الله أغناني من فضله فأنا لزمتها، وكل واحد مثلا من أصدقائي من أحبائي من أعزائي عنده مشكلة وهو مصلي بقول له أخوي عليك بالواقعة، أنا أقرأها كل يوم كذا وكذا، والله كنت هنا وأصبحت هناك، في إيش في عندي؟ في عندي خارطة الطريق، كنت بالفقر لكن أنا بعطي مثل، لكني أنا عشت الاستغفار، حقيقة الاستغفار وكل مطبات الاستغفار، كل المطبات كل كلمة منين بجيب لك جواب يا أخي؟ شو كني يعني أنا كاين فايت قاري كل أحاديث الرسول عليه السلام عن الاستغفار وكل قصص المستغفرين وكوا وا 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 وعمال أجي لك وكأني كمبيوتر، لا يا أخي أنا عشت هذا، هذا اللي بتسأل عنه أنا عايش دقيقة بدقيقة ساعة بساعة وأنا لازلت مستغفر، وأنا مستغفر الحمد لله رب العالمين. فكل من يتكلم عن سورة البقرة وهو لم يعيشها فهو مضلل. ليش؟ لأنه أنت بده يصيبك هجوم لما أنت أنا بقول لك أخوك محمد الحجازي بقول لك ستهجم عليك الشياطين، أصبر شوي شو بصير؟ ستنتصر عليهم، وأنت بتعرف أنه عن جد أنا علي أن أصبر حتى ولو كان، لكن إذا هجموا عليك وما فيش عندك خارطة الطريق تترك. خلصنا سورة البقرة. في أخوات بيقولوا لي أنا بخاف برتع من سورة البقرة، فأنا أملك خارطة الطريق بفضل الله مما وجدت من الاستغفار، لأني استغفرت أشهر سنين، يعني بال 2015 ستة أشهر ب 30,000 استغفار، بال 2022 من يوم رمضان 2022 إلى هذه الساعة وأنا أستغفر. طيب سورة البقرة، أنا مع سورة البقرة من 28/9/2019 إلى يومنا هذا، لكن أنا أكثرت منها فتغير الحال، لأنه الذي بينته للناس الذين قرأوا سورة البقرة سنين طويلة وبينته ماذا وجدت؟ أخذوها كما بينتها ووجدوا ما قلت. فالباب التضليل مش من باب إنك أنت إنسان تريد أن تضلل الناس عمدا، لا يا أخي، عرفت الآن فلزم. يوما ما هذا الشخص الذي تكلمنا عن البرلماني هذا البرلمان اللي بده حملوه انه يعني بربط يعني بيعقده بربط، اين الله يا اخي بكل الذي يحصل؟ الله الذي بيعذب، الله الذي مانع، الله الذي قلت له لهذا الشخص وهو من متعلمي الشريعه، قلت له يا اخي عيش الصلاه على رسول الله بين الفجر والشروق، اعرف ما معنى حديث رسول الله، اعرف عيش هذه الايات، مش فقط تنظرها تتكلمها كلام. نعم هذا هو، ما بنفع انك انت تبين لي انه دعاء يستجيب الله به، اي دعاء يعني؟ نعم دعاء اخي ذنون ما دعا به مسلم الا استجاب الله له، والله جربته بالماضي ولا شيء، تأتى منه وانت مش رايح تأتى منك، شو بده يصير معي اذا انا دا ما نهم؟ شو كيف اعيشه؟ كم اقوله؟ ما هي المدي؟ بأي وقت؟ شو خارطة الطريق تبعت هذا الحديث؟ أردد كم مرة؟ أسبوع أسبوعين مرة مرتين بعد الفجر بعد صلاتي، يعني أقول وادعو كيف؟ هذا هو بيت القصيد، بين لي كيف؟ تجيب لي كل الكتب كل الأحاديث كلها صحيحة، يعني بالمعنى الأحاديث صحيحة، لكنك أنت لما تتكلم عن موضوع، ليش لما بتتكلم يا أخي عن موضوع في الكيمياء مجبور تبقى عارف شو بتحكي عن الكيمياء؟ ليه لما تتكلم عن الاستغفار تعرف شيء عن الاستغفار؟ بدك تجيب لي أحاديث؟ طيب طب هو المهندس بتعلم وبفوت وبروح بشوف كيف بيشتغلوا في الإسمنت وبيروح على 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 على, على, على العمار وبتبندر وبشوف الحديد وبشوف كل شيء. طب انت كمان شو تفاصيل الاستغفار؟ كيف نستغفر؟ كم نستغفر؟ ما مدي صار عندي هجوم، صار في مشاكل، تعطلت الامور، ليش؟ هذا اللي انا جاوبه، هذا اللي انا بقصده، انه والله جماعه يعني انا اعتذر مرات تسمع كلام خلص مباشره، هذا استحضار قلب، من اين لك هذا الاستحضار قلب يا اخي؟ الكلام يا أخي والله لا تستطيع أن تستحضر قلبك يا أخي، بالله عليك استحضرت؟ أنت الداعي الذي تقول استحضر قلبك ولا تتردد ترديد الببغات، أنت ماذا عندك من الاستغفار؟ ماذا وجدت من استغفارك؟ إذا الإمام أحمد قال للخباز وماذا وجدت من هذا، يعني استغفاره،
قال والله ما سألت الله بشيء إلا استجاب. هل يستجيب الله لك؟ هل أنت مستجاب الدعاء؟ هل أنت الذي تريد أن يحضر قلبك إذا صليت خلف الإمام تخشع؟ الذي يحضر قلبه فهو خاشع في كل شيء، فيش كلام ثاني ولا شيء. الذي يصلي خلف الإمام بالصلاة فهو خاشع. نيالك هنيئا لك، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني أنت متبع للإمام كل حرف بنطقه، مش شاتت بهالصلاة، عمال تعد فلوسك وهو بيصلي آمن فيك. هذا هو يا أخي، هذا هو مجرد كلام بتضلل الناس. بيجي الناس بتقعد هيك بيروحوا على الطاقة. يا أخي الناس راح صارت تروح على الطاقة، الخزوع ببلات، هذا كفر يا جماعة. لا تروح، لا في طاقة ولا في شيء، في ذنب الله بيعاقبنا عليه. يلزم استغفار أكثر، عشرات الألاف أكثر، وبحر ولا تنتظر الفرج، لكن الفرج آتي لأنه وعد من وعود الله. فهمت؟ أنت بالطريق الصحيح. من هون لربما إلى مكة يمكن 5,000-7,000 كيلومتر. إذا الطريق هذه هي القبلة، القبلة بهذه الاتجاه. طيب أنا أروح لهذيك الناحية؟ لا، أنا ما بروح للغرب، أنا بروح للقبل، أمامي هي القبلة، يعني هم سمي الجنوب. طيب أنا بمشي إلى الجنوب وأمشي وأسير، أنا بعرف في قبلي، أنا بعرف في داخل البيت في حدا، أنا أسير إنه القبلة الكعبة في هذا الاتجاه، وأنا أعرف عندما أطرق الباب بالاستغفار فاستجاب لي بال2015. كيف لا يستجيب لي بالترتيب الذي جاء بال2002؟ الترتيب الذي جاء بال2022 نفسه الترتيب الذي جاء بال2015. الرب واحد. رأسا كان شهر 6 بداية في 2015، وبدأ برمضان 2022 كمان شهر 6. أمطر الله السماء أول وعد، وأنا كتبت تدويني بالفيسبوك قبل ما يعرفوا الناس أنه في مطر في استغفار، وكأني أهبل. شو بيحكي هذا؟ ماذا يتكلم؟ نزلت على الفيسبوك 18 يوم تقريبا قبل ما يجي المطر، والراصد بيعطيك 10 أيام. طيب من أين هذا اليقين؟ عندك يقين يا أخي اللي أنت بتتكلم، ولا اليوم بدك تركن على قصتي؟ الله بإذن الكاش إن الناس تسمعك يا أخي، لا يأذن الله. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. يعني أظن إنه الإمام مالك والله أعلى وأعلم، يوما العبيد سألوه يعني يا إمام حدث الناس أن يعتقونه، فأول جمعة ما خطب، ثاني جمعة ما خطب الإمام مالك، ما خطب الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، أظن هكذا لم يخطب يتكلم يا ناس اعتقوا عبيدكم. فيوما ما صعد المنبر وقال يا ناس اعتقوا عبيدكم. فالعبيد تعجبوا قالوا يا إمام يعني أنت هالقد يعني طولت ليه؟ لماذا يعني هالقد؟ قال ما كنت أملك عبد، فجمعت المال حتى صار معي مال أشتري عبد، وعندما شريت العبد أعتقته لوجه الله عشان أكون أنا الدال على الخير، يعني أنا أدل الناس بما فعلت مش بما أقول. فأنت لك تدل الناس على استغفارك، على قراءتك لسورة البقرة ماذا وجدت، على كل شيء، مش من هنا حديث ومن هنا حديث ومن هنا حديث. صحيح الحديث صحيح، لكن في إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك بلغوا عني ولو آية، ما قال لك جيب 100,000 آية. كان في شخص بيقول لماذا يفرد مئات الحلقات في الاستغفار سورة البقرة؟ والله لو بقي يعني من العمر متسع كمان 100 عام لا أتكلم عن استغفار سورة البقرة بآلاف الحلقات بفضل الله. نعم، كل باب من أبواب الدنيا والآخرة أغلق في وجهك فمفتاحه الاستغفار. تفهم هذا الكلام؟ شو أعمل يا أخي؟ إلزم الاستغفار وعيش مع الله، مش مع الدنيا مع الإباحيات ومستغفر. لا تعيش مع بدكشت دكتور على أعراس والإفراح وتقعد وتكيف وماسك مسبح. لا يا أخي ما بينفع. انت بدك تجلس مع نفسك تقول خلصنا اليوم، انا عرفت انه ذنوبي الله بيعاقبني عليها وهي سبب المنع، وانشان امحى ما مضى من السيئات التي بيني وبين الناس والذنوب التي بيننا وبين الله، بدها استغفار كمان. فعلينا ان نلزم الاستغفار ونكثر. وعاشوها متابعي بعشرات الالاف القصص، فنعيش الاستغفار. وهيك من بلغ اي على رسول الله، مش أنا سمعت درس أو أنت ممكن تأخذ قصة من عندي مثلا
مش عايش الاستغفار. يا أخي كون أنت من المستغفرين، يعني أنت كون إنسان مستغفر حتى يغير الله أحوالك وينطلق. بلغ هذه الآية رسول الله حتى تلقى الله فيها. نعم، إن سألك رسول الله ماذا فعلت، قل له بلغت عنك يا رسول الله الاستغفار أو أي آية فيها وعد فتحقق الوعد، والناس بدأت تقطف الثمار، والناس بدأت تعيد ثقتها في الدين وتعيد ثقتها بربها، ووجدت إن الله غفور رحيم حقا. لكن الله بده منك الإيمان، بده منك إنك عن جد أنت مصدق، فأنت تقرع الباب كل اليوم وكل الليل وكل اليوم، يا رب أنت بتأكد إنه أنت شفت الرجل ده دخل إلى البيت، فأنت عينيك بالليل يا رب يا رب يا رب. خلي دينك فيه إيمان، فيه حلاوة، فيه حنان، فيه هيك، فيه متصدق. مش استغفر استغفر، هذا مش أنا، فيش استغفار بده استغفار، لكن استغفار ما بدون توبة ما بينفع، ما بينفع. ليش؟ مش معناه يعني صفر، لا، أنت بتساوي 10 سيئات بالساعة وبتستغفر 10 سيئات بالساعة، 10 سيئات أقبل 10 حسنات، خلصنا، مش عمال تتقدم، أنت محلك. فهذا والله يا جماعة نصيحة لوجه الله للدعاة الذين يريدون أن يتكلموا عن أي حديث لرسول الله فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أن تعيشوا قبل كلها شهرين 3 4 وبصير دكتور في هذا، ويأذن الله لك أن تنطلق وانت لازلت مستغفر. يعني أنا يعني مثلا فتحت قناة قبل 4 أشهر وأنا من أول يوم وأنا مستغفر بال30,000 وبأربع مرات سورة البقرة ولم أغير ولم أبدل، ما غيرت، ما حددنا أوراد، وهذول اللي بفوتوا يعثوا. أنا أعرف إن الله جل في علاه في ناس لا يريدها أن تقترب من الاستغفار، لا يريدها. أنا عندما أخذت ورد الاستغفار 30,000 في 2015 ما سألت ولا واحد، ولا واحد كان يعلم فيه، ولزمت الاستغفار وقطفت كل ثمار الاستغفار بفضل الله. لو إني الله ما راد لي إني أستغفر لسألت واحد وقال لي أي اسحاك هذا تحديد أوراد، إياك هذا بدعة، لتركت وظليت جاهل في ديني ومتخبط في هذه الدنيا. وأقول لربما عن جد الزمن فقط كان زمن، لأنه بيقولوا لك حديث صحيح صحيح، خير القرون قرني ثم الذي يلي ثم هكذا هكذا، حتى وصلنا إحنا لقرن قرن الشيطان، فنحن يمكن كلنا شياطين والعياذ بالله. نسأل الله لا يستجيب بذيل الأمم، لا نستطيع أن ندخل قنينة ماء إلى غزة، أمي 2 مليار لا يستطيعوا. والله كرهنا الله، لأنه إحنا ناس أدرنا ظهرنا لله، تجرأنا على الله، فلا يريدنا الله حتى تستغفر الله، تطرق الباب، تطرق الباب، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حتى يفتح الله لك، وسيفتح الله لك. عقدر تصديقك يأتي الفرج، وإن شاء الله إنه ما يكون في عناد من الإخوة الذين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر من طيب قلب، وعليهم أن يلزموا ما يبلغوا ولا يبقوا في التبليغ نسخ ولسق، نسخ ولسق، نسخ ولسق، ما عندن خرطة الطريق ولا شيء، بلش خلص، انت وربك. واذا عجزوا بقول لك هذا بلاء، اصبر عليه. اذا عجزوا من الجواب يعطيك الجواب بقول لك انت بلاء، اصبر صبر ايوب، وانت لا تدري يا مسكين انك في العقاب، لئن أمسك الله على ما أنت عليه سيكبك في جهنم كما يكب تلك المرأة التي أرسل الله أن تصوم النهار تقوم الليل، أو الذي إذا خلف محارم الله انتهكها جعل الله كل أعماله من صلاة وصيام وحج وزكاة جعلها هباء منثورا، وذلك المفلس. نعم، أين حد ذهبت هذيك الأحاديث المفلس؟ وأنت الذي لا تأمر بالمعروف، ما فيش عندك بيش تأمر بالمعروف، ما فيش عندك ايش تقول لي صلي وانت خربان حوالك، ولا تقول لي صوم وانت بتصومش، ولا انت بتقول لي القروض الربوية حرام وانت سيارتك كلها بالقروض الربوية. كيف بدك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، وليش كان لله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه، تدعونه لا يستجيب، قنينة مي مش قادر ينفوت، مش لانه في حدا قوي، لانه الله غضبان علينا. حتى نتوب ونأتي صغيرين، ولئن زدنا في 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 غينا زاد الله في عقابنا، زاد الله. بارح كانت كورونا
قبلها وبعدها زلزال تركيا وسوريا، بعدين زلزال المغرب والسد الذي انكسر في ليبيا وأغرق الدنيا، وهاي غزة، والله أعلم ما يخبئ لنا. كانت سوريا قبلها كمان، والعراق قبلها، واليمن وليبيا بالحروب لا تنتهي، وانت تحت بلاء. ليش؟ لأنه اللي بيقول لك هذا الكلام هو مضلل وإن لم يعرف، فإن عرف الآن فليتوب ويرجع، حتى لو إن كان من كان فليعيش الاستغفار حتى يقطف ثماره، وليعيش إن شاء الله يأذن له أن يبلغ آية، وليعيش سورة البقرة حتى يأذن الله له، وكلنا هكذا نعرف الله. تنتقل بهذه الآية من علم اليقين، تقرأ في كتاب الله، لا تستطيع أن تنكر، لا تستطيع أن تنكر ولا حرف. لكن لماذا لا نستغفر الله؟ لماذا نذهب إلى صلاة الاستسقاء ولا نستغفر؟ يذهب لصلاة الاستسقاء لا يسقيهم الله، يذهب لصلاة الاستسقاء الإخوة الذين معانا بالاستغفار عندما لازم الاستغفار في الجزائر، في المغرب عندما لازم الاستغفار بإكثار أمطرهم الله، كانوا يذهبوا في الجزائر لصلاة الاستسقاء ما سقاهم الله، لكن الإخوة الذين معاهم سقاهم الله. نعم، هذول الإخوة عرفوا أن الله سيمطرهم، عرفوا خارطة الطريق، فلحوا على الله وسألوا يا رب. جاف الأمور، جافة، مش يعني الدنيا شتاء مطر ما كان في مطر، يعني عمالين يخرجوا كل يوم استسقاء فش. فيا رب إن كان استغفاري مقبول أمطرهم الله. فهذا هو، عندما أنت فقط تنظر كل حديث بتلقيه بدون ما تعرف شو فيه، شو المغزى فيه، شو عن جد، فأنت تنظر. ليش؟ لأنه إذا أخذ جاهل وبيعرفش شيء في الدين وأخذ الاستغفار وجعل الله له من كل ضيق مخرج كل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب، أخذه ويلا جلس في زاوية المسجد لربما ساعة ساعتين ما أتى منه شيء وترك ما عاد إليه. لما تعطيه خارطة الطريق بتقول أنا 6 أشهر وفي معي أخونا إدريس المغربي الذي لزم الاستغفار سنة كاملة وهو حافظ لكتاب الله، يعني هو يراجع، الله يفتح عليه، هو يراجع، يعني هو كل يوم ذاكر لله بالقرآن، لكن الله ما فتح عليه، ما هو مسكين كان عنده قرض ربوي كمان وأمور أولاده معطلة وأموره معطلة وعليه ديون، فلما لزم الاستغفار تغير. ليش صدق؟ الله شرح قلبه أن يصدق ما نقول. وإنت إذا بدك تتوه في متاهة ثبت ولم يثبت فالله لم يرد لك أن تستغفر، لأنك أنت إنسان لا تملك حقيقة إيمانك، أنت تعبد الله من باب الخوف، ولربما أنت قد وقعت في شر عملك وأنت لا تدري. يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل، لكنها لا ما بتضب لسانك وما مخلي حدا من شرك، وبتفكر صلاتك كفارة، ويقول لك الله كبه في جهنم. والمرائي قد يكون حافظ لكتاب الله، بما حفظ قال يفيك يا الله، قال بل ليقال وقد قيل كبه في جهنم. والعالم كذلك، وكل واحد منا، فالرياء مرض فلا تذهبوا إلى هذا الباب. نعم الرياء مرض، لا تذهبوا من هذا الباب ولا تجعلوا الشيطان يصدكم عن ذكر الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أسأل الله العلي العظيم أن يأخذوا بهذه النصيحة، ولا تأخذوا من الحمية أنه من هذا الذي يتكلم. أنا لا شيء، لكن المتابعين عندي وجدوا كل حرف نطق به بفضل الله، وجدوا وغير أحوالهم وهم يسيروا، وعندما يكتبوا لو كان في عندي يعني وقت أني أجاوب كل الهاي لكان الأمر يتغير. انتبه للأنا، أنا خير منه، يعني انتبه لقطيعة الأرحام، انتبه لأنك في عندك نظرة علوية للناس، انتبه لأنك أنت تظن أنك أنت شيء. نعم، وتقول إنما يعني أنا اللي بقوم وأنا اللي بستغفر وأنا وأنا، يوما ما واحد بقول لي أنا الذي أقوم الليل، لماذا أنت؟ وكل الأمر لنفسي وكان هو القوام الليل، يعني مش الله اللي بقومه. ولكنهم خذ أي عبادي عطاء من الله إليك، ما تقول أنا بتصلي فجر قول الحمد لله أعطاني الله صلاة الفجر، تقرأ قرآن قول أعطاني الله صلاة أقرأ قرآن، ما أتمنى على الله في هذا العمل، هذا يحبط العمل يحلقه.
هذا هو، اقبل، الزم الاستغفار، توب إلى الله. أشهر معدودة، تبقى أمي، تغير حالها، شيخها ومعلمها، يعني الدعاة عندهن علم في معنى الاستغفار، عندهن علم شوي شوي، يعني لا احنا مستمرين كل يوم يزداد. كنا نعرف انه الطفل، انا من منذ زمن قلت لكم، هذا الطفل الصغير الرضيع هذا السعودي اللي عنده ربو وعلى الاكسجين ومغلب اهله مش عارفين يهتدوا الى للدواء لشفاء اي سبيل، لما الام، ما هو الله بيعذبها، هي هو بصرخ وهي بتتعذب، الولد بصرخ بكاء وبصير لونه ازرق وهي تتألم ويتعصر ألم، هي وزوجها والكبار، فهمت؟ فهي لزمت الاستغفار، كانت لازم الاستغفار بأعداد قليلة، لكن عندما علمت عني أنه بدنا نكثر أكثرت، فشفاها الله ولدها وارتاح بالها، ولا شو بدي يكون معها هاي المرة. كان بتقول جربت الاستغفار ما زبطش، جربت سورة البقرة لم تزبط، جربت كل شيء لم يزبط، فهمت؟ عندما تعيش الاستغفار الله بإذن لك، والله اللي بيفتح عليك مش أنا ولا شيء، الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كنت تعرف إنه الزلزال لن يصيب مستغفر؟ كنت تعرف إنه السيل لن يصيب كاف اليتيم كما كان في البيت في ديرنا؟ كنت تعرف إنه الاستغفار يمحو الديون؟ كنت تعرف إنه الاستغفار يعني يعمل كل هذه الأعمال، الزواج والأنجاب والأموال والأرزاق والمطر، وحياة انقلبت رأسا على عقب في ناس صار عندها دبت الحياة فيها من انتحار. شاب سعودي يكتب من انتحار، كنت أفكر بالانتحار. أنا اليوم مقبل على مشروع في مليون ريال 3 أشهر. كنت تعرف هذا الأمل إنه انزرع في قلبك في الاستغفار؟ لكن انت يا شيخ عندما بدك تيجي تتكلم لواحد الزم الاستغفار، فلازم الاستغفار اسبوع اسبوعين منتحر بعد اياك، بيفقد ثقته في ربه وفي الاستغفار وفي شيء، وخلص بيذهب يبحث، يا اما بنتحر يا اما بيبحث عن السوق السوداء التي فيها ربا وفيها الزنا وفيها كل الامور الحرام، او يصير تاجر بحرام او يغش او هكذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، اعتذر على الاطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقلوا هذا الكلام، بينوا للناس، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.